السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ عدد اليوم من جورنال فيغ بخبر عنوانه اجتماع طارئ في الرجاء لهذا السبب. وفرد المستوى الهزيل اللي ظهر بأمل فريق الرجاء الرياضي خلال المواجهة اللي جمعته مضيفو نادي القنيطري لحساب جولة الرابعة من دوري التمييز اجتماع طارئ في الفريق الأخضر. وكشف مصدر مقرب من الرجاء أن عادل هالة رئيس المكتب المديري للنادي دعا كل هشام أبو شروان المدير التقني في الفريق وأيضا محمد مديح المدير الرياضي لمناقشة وضعية فئة الفريق وأسباب تواضع مستوى لاعبي فريق الأمل. وبالرغم من أن الرجاء الرياضي حقق نتيجة الفوز في المباراة المذكورة غير أن مستوى النسور أثار سخط عارم بين أنصار النادي في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن النادي القنيطري كان منقوص بلاعبين وتحت كم في زمام المباراة. جماهير الرجاء تشيد بأداء لاعب بارز وتطالب بإضافته للفريق الأول. وفي تفاصيل الخبر أشادت العديد من جماهير فريق الرجاء الرياضي أداء قائد أمل الفريق المهدي مشخشخ بعد تقديمه الأداء مميز أمام مغرب تطواني والنادي القنيطري بكأس التمييز. وأبدت الجماهير الرجاوية رغبتها في رؤية المهدي مشخشخ في قائمة مباريات الفريق الأول بالدوري الاحترافي، خصوصا في ظل تراجع أداء المدافعين شعيب العراسي وياسر بالدي. كما شبهت الجماهير الرجاوية اللاعب مشخشخ بقائد الفريق السابق بدر بانون لتشابه طريقة اللعب بينهم. وكان جوزيف زامباور مدرب الرجاء السابق الحق المهدي مشخشخ بالفريق الأول الموسم الماضي كما خاض رفقته كأس العرب وقدم أداء محترم. الرجاء يجتمع ببل عمري بعد عودته من معسكر الأسود لهذا السبب. أفرد استمرار تألق يوسف بل عمري مع فريق الرجاء الرياضي وإذا المنتخب المغربي الأول خلال مباراة إفريقيا الوسطى اللي حسمه الأسود بخماسية ورباعية اجتماع عاجل مع مسؤولي الفريق. وكشفت عدة منابر إعلامية أنهم المنتظر باش يجتمعوا مسؤولي الرجاء الرياضي مع يوسف بل عمري بعد انتهاء التزامه رفقة المنتخب الوطني من أجل فتح ملف تجديد عقده رفقة النادي الأخضر. وزادت نفس المنابر أن الفريق كيسعى لتجديد عقد مدافعه الأيسر بل عمري وتضمين عقده الجديد شرط جزائي كبير يتيح للنادي الاستفادة من احتمالية رحيله بعد ارتفاع أسهمه في سوق الانتقالات بعد نيله الصفة الدولية. هذا ورجحت نفس المنابر باش يكون الموسم الحالي هو الأخير ليوسف بن العمري مع الرجاء الرياضي في حال توصله بعرض أوروبي لرغبته في الاحتراف خارج المغرب لتطوير مستوياته التقنية وتأمين وضعه الاجتماعي مستقبلا. سلطات برشيد تقرر إجراء مباراة سوالم والرجاء بحضور الجماهير. وتلقات جماهير فريق الرجاء الرياضي خبر صار بخصوص مباراة فريق أمام مستضيفو شباب الرياضي السالمي المقررة بملعب بلدي برشيد يوم الجمعة المقبل. وسمحت سلطات مدينة برشيد بإجراء مباراة سوالم والرجاء بحضور الجماهير بعد الاجتماعات الأمنية والتحضيرية اللي عقدتها مع مسؤولي الفريق الحريزي بصفته الطرف المستقبل. وحدات السلطات المحلية حضور الجماهير 3000 متفرج فقط في ظل رغبة مسؤولي شباب السوالم من الاستفادة المادية من مداخل اللقاء. يشال أن فريق الشباب السالمي غيستضيف ضيف الرجاء الرياضي برسم جولة 6 من البطولة الاحترافية يوم الجمعة المقبل انطلاقا من الساعة 8 ليلا. الرجاء يستعيد النجاري في مواجهة شباب السوالم. وفي نفس السياق يستعد فريق الرجاء الرياضي مهاجم يونس النجاري في مباراة ضد شباب السوالم يوم الجمعة المقبل برسم جولة 6 بعد تعافيه من الإصابة اللي كانت تعرض لها في المباراة ضد المغرب تطواني برسم جولة 3 من كأس التمييز. هذا وكان تعاقد الرجاء مع يونس النجاري في ميركاتو الصيف الماضي بعد فسخ عقده مع نادي السلمية الكويتي إلى جانب كل من هلال الفردوسي عبد الكريم بعدي المهدي الحرار الموريتاني محسن بدا السينيغالي باب أوسمان ساخو الغيني فيدريكو بيكورو عبد الرحمن السوسي وياسر بالدي وبن عيسى بن عمر. من جهة أخرى غيستافد الطاقم التقني الرجاء من استرجاع خدمات الموريتاني محسن بدا الغيني فيدريكو بيكورو بالإضافة ليوسف بن العمري اللي شارك رفقة المنتخب المغربي الأول وكذلك زكريا لبيب وشعيب الراسي والحسين الرحيمي اللي كانوا رفقة منتخب مواليد سنة 2000 فما فوق. وغتشهد الحصة التدريبية اليوم الأربعاء عودة جميع اللاعبين لتدريب النسور بحيث غيخوضوا أول حصة تدريبية رفقة الطاقم التقني الجديد بقيادة البرتغالي ريكاردو سابينتو. هذا وغيحاولوا النسور تحقيق انتصارهم الرابع التوالي البقاء في صدارة البطولة الاحترافية اللي كيحتلها حاليا رفقة اتحاد طنجة واتحاد توارقة. لاعب إفريقي ينعش خزينة الرجاء الرياضي ب 150 مليون سنتيم.
وفي تفاصيل الخبر دخ فريق خورفاكا الإماراتي مبلغ 150 مليون سنتيم رسميا في خزينة الرجاء المتعلقة بصفقة انتقال اللاعب الغيني أحمدو كامارا من الفريق الأخضر لنادرو الإماراتي. وحسب مصادر مطلعة في صفقة انتقال أحمدو كامارا من الرجاء الخورفاكان تم تقسيمها لثلاث أشطر. الشطر الأول توصلوا به مسؤولي الفريق الأخضر وهو 150 مليون سنتيم دخلت في خزينة النادي في الأسبوع الحالي وغيتوصل للرجاء في شهر دجنبير القادم. بالشطر الثاني المحدد في 100 مليون سنتيم وغتكون الدفعة الثالثة والأخيرة شهر مارس من 2025 والمحدد مبلغها في 100 مليون سنتيم كذلك. يشار أن أحمدو كامارا كان تقل قبل أسابيع قليلة الفريق خورفاكان الإماراتي بعقد كيمتد لثلاث مواسم رياضية مقابل مبلغ 350 مليون سنتيم. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير. في أمان الله ونتلقاو في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا.